السلام عليكم طلابي الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا اليوم درس جديد أو قاعدة جديدة من قواعد اللغة العربية، وهي بعنوان الألف اللينة في آخر الأفعال. طبعا بداية لدينا مجموعة من الأفعال التي تنتهي بألف لينة. لابد أن نشير أولا أن الألف اللينة قد تكتب ممدودة كما في الفعل سما الفعل الأول، وقد تكتب مقصورة كما هو الحال في الفعل الثاني الفعل سعى. الآن متى نكتبها ممدودة ومتى نكتبها مقصورة؟ لكي نتعرف إلى ذلك سنتابع في البداية هذه الأمثلة أو هذه الأفعال، ومن خلالها نتعرف إلى القاعدة العامة التي تطبق في كل حالات كتابة الهمزة، أو عفوا حالات كتابة الألف اللينة في آخر الأفعال. بداية معنا الفعل سما، نلاحظ أن الألف اللينة في آخره جاءت ممدودة، وهذه الألف جاءت في آخر هذا الفعل. وأصل الكلمة في المضارع، عندما نقول أصل الكلمة هنا يجب علينا أن نرد الكلمة إلى المضارع أو الفعل إلى مضارعه. سما تصبح يسمو. لماذا كتبت الألف بهذا الشكل؟ لماذا كتبناها ممدودة؟ لأنها في المضارع كانت منقلبة عن واو، وبما أنها في المضارع تكتب واوا، فهذا يعني أنها تكتب في آخر الفعل الماضي ألفا ممدودة. بينما نلاحظ الفعل سعى أنها ألفا مقصورة. إذا أردنا أن نعرف لماذا كتبت في الفعل سعى مقصورة، علينا أن نرد هذا الفعل إلى المضارع، فالمضارع منه يسعى. الآن المضارع منه يسعى، إذن لن نتمكن هنا من معرفة أصل الألف لأنها بقيت مقصورة في المضارع. حينها نصل بآخر الفعل أحد ضمائر الرفع، إما التاء المتحركة أو نال جماعة مثلا أو ألف الاثنين. هنا وصلت أنا بها التاء المتحركة، أصبح الفعل سعى مع التاء المتحركة في آخره سعيت. إذن نلاحظ أن الألف المقصورة انقلبت عن ياء، لأنها عند إسناده إلى الضمير المتحرك التاء كانت هذه الألف المقصورة كانت مكتوبة على شكل ياء. إذا كتبت الألف على شكل ياء في المضارع أو عند إسناد الفعل إلى ضمير رفع متحرك، فإنها في الماضي تكتب ألفا مقصورة. إذا أصبح لدينا أن الألف الممدودة أو الألف اللينة بشكل عام في آخر الفعل إذا كانت ألفا ممدودة فيكون أصلها في المضارع واو، إذا كانت ألفا مقصورة يكون أصلها في المضارع أو عند إسناد الفعل إلى ضمير رفع متحرك ياء. الآن الفعل قضى سنجيب عنه شفهيا، طبعا نلاحظ أن الفعل قضى الألف هنا في آخره جاءت مقصورة وجاءت في آخره كما قلنا. ما أصل الكلمة في المضارع قضى؟ ما رأيكم، هل هي قضى يقضو أم قضى يقضي؟ طبعا أحسنتم، قضى أصلها في المضارع يقضي، إذا ما أصل الألف اللينة؟ أصلها ياء، لذلك كتبت مقصورة. هذا الأمر بالنسبة للأفعال الثلاثية سما وسعى وقضى. نرد الفعل إلى مضارعه أو نصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك. إذا تحولت الألف اللينة إلى واو فنكتبها ألفا ممدودة، إذا تحولت إلى ياء نكتبها ألفا مقصورة. نأتي إلى الفعل اهتدى، طبعا هو فعل ليس ثلاثيا، نلاحظ أن عدد أحرفه خمسة، إذن هو فعل فوق ثلاثي. جميع الأفعال الفوق ثلاثية تكتب في آخرها الألف اللينة ألف مقصورة، باستثناء الأفعال الفوق ثلاثية المسبوقة بياء. وكذلك الأمر بالنسبة للأسماء مثل سقيا دنيا، هنا تكتب ألفها ممدودة. لماذا؟ لأن هذه الألف سبقت بياء في الأسماء والأفعال فوق الثلاثية. وهنا الفعل مثلا اهتدى هو فعل فوق ثلاثي لم تسبق فيه الألف بياء، لذلك تكتب ألفا مقصورة. الآن بعد أن اتضح لنا متى نكتب الألف اللينة ممدودة ومتى نكتبها مقصورة، أريد من كل واحد أن يحاول بينه وبين نفسه ويحول هذه الأفعال من المضارع إلى الماضي. عندنا بداية الفعل يمشي، ثم الفعل يحلو، يحبو، يقضي،
ينتمي. الآن الفعل يمشي، ما الماضي من يمشي؟ الماضي منه مشى. ممتاز. الفعل يحلو، ما الماضي منه؟ حلى. أحسنتم. الآن يمشي، هل نكتب الألف هنا ممدودة أم مقصورة؟ لاحظوا المضارع يمشي، إذن الألف اللينة أصلها ياء، إذن كيف نكتبه عندما رد الفعل إلى الماضي؟ مشى. كيف تكتب؟ الألف ممدودة أم مقصورة؟ أكيد ألف مقصورة لأن أصلها في المضارع ياء. الآن يحلو، أصلها في المضارع واو، إذن كيف نكتبها حلى؟ نكتبها بالألف الممدودة. ممتاز. الآن يحبو مثل يحلو، أصلها في المضارع واو، إذن تكتب حبى بالألف الممدودة. يقضي قضى، كيف تكتب بما أن أصلها في المضارع ياء؟ تكتب ألفا مقصورة. ينتمي، هو لا ننسى أنه فعل فوق ثلاثي، إذن الماضي منه انتمى، نكتبه إذن ألفا مقصورة لأنه فوق ثلاثي. أستنتج القاعدة العامة لكتابة الألف اللينة. أولا، لنتعرف على أصل الألف في آخر الفعل، نرد الفعل إلى المضارع. الآن إذا كانت الألف في المضارع منقلبة عن واو، نكتبها ألفا ممدودة، وإذا كانت منقلبة عن ياء نكتبها ألفا مقصورة. بالنسبة للأفعال فوق الثلاثية تكتب ألفا مقصورة ما عدا الأفعال المسبوقة بياء. الفعل مثلا عندنا استحيا، هو فعل فوق ثلاثي، لماذا كتبت فيه الألف ممدودة وليست مقصورة؟ لأنه فعل فوق ثلاثي سبقت ألفه بياء، لذلك تكتب ممدودة. لو أنه لم تسبق فيه الألف بياء لكتبناها ألفا مقصورة. سنجيب عن بعض الأسئلة حول الألف اللينة. السؤال الأول، اتبع المثال وحول الأفعال إلى الماضي والمضارع ضمن الجدول التالي. لدينا الفعل بدأ، سنأخذ الأفعال كل زمرة على حدة طبعا، التي تنتهي بألف ممدودة والتي تنتهي بألف مقصورة على حدة. بدا ولها وغدا تنتهي بألف مقصورة، لاحظوا المضارع من بدا يبدو، لها يلهو وغدا يغدو، بينما بقية الأفعال مثل جرى وأتى التقى أعطى انقضى درى استدعى هي تنتهي بألف مقصورة لأن مضارعها أو لأن ألفها في المضارع منقلبة عن ياء، مثل جرى يجري أتى يأتي التقى يلتقي أعطى يعطي انقضى ينقضي درى يدري واستدعى يستدعي. الآن معنا مجموعة أفعال، نريد أن نضع في آخر هذه الأفعال الألف اللينة، سواء كانت ممدودة أو مقصورة علينا أن نكتبها كتابة صحيحة. لاحظوا انقضى فصل الصيف، المضارع من انقضى ينقضي، إذن هي في المضارع ياء، لذلك نكتبها ألفا مقصورة. ولا ننسى أن انقضى هو فعل فوق ثلاثي، أي تكتب ألفه مقصورة. فاتفق الرفاق على القيام بنزهة، مضى الأولاد إلى غابة كثيفة الأشجار، أين أيضا مضى مضارعها يمضي منقلبة عن ياء. نما فيها العشب وغطى أرضها، نما ينمو غطى يغطي، ولما وصلوا سوى أحدهم الأرض تحت شجرة تتدلى أغصانها، سوى يسوي منقلبة عن ياء. وأتى الثاني بحصير وفرشه، أيضا أتى من يأتي هي منقلبة عن ياء، لذلك كتبت ألفا مقصورة. ثم نادى أحدهم رفاقه وادعى أنه شاهد ثعبانا، نادى ينادي ادعى يدعي. وأيضا لا ننسى أن نادى وادعى فوق ثلاثي، فعل فوق ثلاثي تكتب ألفه باستمرار مقصورة. فعلى صراخ الأولاد خوفا، على يعلو منقلبة عن واو، لذلك كتبت في الماضي ألفا ممدودة. الآن معنا مجموعة الكلمات، سأترك لكم توظيفها في جملة مفيدة. هذه الأفعال طبعا التي معنا هي أفعال تنتهي بألف لينة إما ممدودة أو مقصورة، مشى، قضى، دنا، عفا. أتمنى منكم عندما أراكم أن يعطيني كل واحد الجملة التي قد قام بتأليفها على هذه الأفعال. شكرا لكم أحبتي، وفقكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.